رونالدو كازيميرو كازيميرو كارفاخال حلوه برشا حلوه برشا الهدف الاول الهدف الاول للريال مدريد جارث بيل التي جي في يفتح بوابة التسجيل دفاع مكشوف دفاع مفضوح ديفنجي شوف الكرة بتاع كارفاخال صلح غلطة عمره كارفا في البدايات الخال وزع ابن العم ضرب والنتيجة واحد الريال مدريد لا شيء بروسيا دورتموند كرة ممتازة الالماني كروس يلعب جارث بيل رونالدو جول 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 كريستيانو رونالدو يعذب دورتموند كريستيانو رونالدو منين نبدا وين نوفي جارث بيل رجع لايام الزمن الجميل حتى لكريستيانو المختص الاول في هز شباك الالمان هدف رونالدو الدوني يسجل شماته في الغيارين شماته في المغيار دورتموند يوزع كوره والهدف الاول الهدف الأول بيير أمريك أوباميانغ أنا ما أقولها من لحظات أنا ما أقولها بأجزاء من العشر من المئة من الثواني يا سادة لم أنسى مباراة ملقا لم أنسى ماتش ألمانيا في التاريخ أمام الإنجليز في السبعين الألمان لا يستسلمون كاسترو العرضية أوبا أوبا في الجول الريال يكسب في دورتموند عن طريق رونالدو جول 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 هذا حكم جمهوري هذا حكم دستوري هذا ابطال في جولتين شوف مودريتش وشوف الباس كوره في السليم سلم لي نظيف نعطيك نظيف اضرب يا خفيف يا خفيف يا خفيف اضرب في المليان يا البرتغالي رونالدو رجل المباراه